استكمالاً لمراحل العملية الشاملة حق الشهيد التي استمرت لليوم الرابع عشر على التوالي بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال ووسط سيناء، ونتيجة لقيام العناصر الإرهابية بإطلاق نيران كثيفة على قوات إنفاذ القانون التي تبادلت إطلاق النيران معها، مما أسفر عن قتل خمسة من العناصر الإرهابية المسلحة والقبض على 15 فرداً من المشتبه بهم أثناء عمليات التمشيط والمداهمة لمعاقل وأوكار هذه العناصر، من بينهم فردين بحوزتهم بندقية آلية وأربع خزن آلية وخزنة رشاش وأدوات للمراقبة. واكتشاف وتدمير 16 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف عناصر إنفاذ القانون على محاور التحرك. وقامت القوات بتدمير وحرق عدد 10 عشة ووكر تتمركز وتنطلق منها العناصر الإرهابية، والقبض على 3 عربات وحرق وتدمير 3 آخرين، وحرق وتدمير 18 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية يتم استخدامها في مراقبة واستهداف القوات، واكتشاف وتدمير 9 مخازن تحتوي على مواد غذائية وبترولية وقطع غيار عربات ودراجات بخارية وأسلحة وذخائر. هذا وقد تم الإفراج عن 10 أفراد من المشتبه بهم لعدم تورطهم في أعمال إرهابية ضد القوات. هذا وتواصل عناصر إنفاذ القانون تكثيف إجراءاتها لتأمين الأهداف الحيوية والمرافق والممتلكات العامة.